الحين دخلنا في فصل الخريف ومتعودين نشوف الألوان الترابية والبنية في فصل الخريف، لكن هالسنة ألوان الصيف راح تكون طاغية على ديكور المنازل. كيف راح تندمج وشنو سبب هالتغيير؟ راح نتعرف مع رولا عادل على هالشيء هذا. ويا هلا وسهلا فيك ومنورتنا. وجودكم دائما منورة. شو فكرة التغيير هالسنة هذه؟ شوف، دائما متعودين انه احنا نشوف الالوان اللي هي الفاتحه، الالوان الاكثر فلورال وصباح الورد. لا، واصلا حتى صارت تحبين دائما الفلورال، الفينتج الفلورال. اذا تبغيني احب لا بس راح تحبيها هالسنه. ها؟ لا تحبيها هالسنه. احبها. طيب اوكي. ليش؟ لانه الالوان اللي مستخدمينها هالسنه الوان صيفيه بس داخله بنقشات اكثر نحسها شوي مش للشتاء او مش لفصل الخريف. يعني احنا ممكن نشوف مثلا الفلورال اللي هو متعودين عليه دائما زحمه دائما. احنا جالسين نشوف الحين مجموعه من الصور جميله يعني صراحه. هذا الدمج احنا نخاف نستوعبه اصلا وما نتخيل ممكن نسويه في البيت، لكن هذه السنه صار في امكانيه انه احنا ندخل على هذا النوع من التصاميم بطريقه جدا امنه وبطريقه جدا تناسب الذوق العام والذوق العربي. بس رولا بصراحه يعني شوفي، احنا الحين جالسين نشوف هالدمج هذا ونقول ما شاء الله جميل. بس احنا لو نروح مثلا للسوق مستحيل نفكر ولا 1% ان ندمج كل هالالوان. لا، وممكن حتى لو حاولنا ترى يطلع بلدي وحش صراحه. يعني فهي الفكره منها انه كيف ممكن ندمج هالالوان مع بعضها. هي مش الالوان المشكله، هي النقشات. يعني احنا احيانا مثلا ممكن ندمج نقشات متشابهه بس بالوان مختلفه. مثل اليوم مثلا ساره انت حاطه نفس النقشه بس بالوان مختلفه. صحيح. لكن بالديزاين يفرق الوضع شوي. ليش؟ لانه الالوان اذا احنا ما ناسسها بالبدايه، مثلا نختار 3 ألوان معينه ونشتغل عليها، راح نحس نفسنا كانه داخلين محل اقمشه. عسى بس الدمج اللي مسويته ساره زين. مو هو نفس هي نفس النقشه، هو كفاشن. هي بتقول لك الفاشن مختلف عن الانتيريور ديزاين. ويمكن احنا النقشات اللي شفناها حتى الورود حقتها ما هي ورود ظاهره بمعنى الورود. فلو اذا نشوف الصور مره ثانيه، يمكن هنا قاعدين نشوف ورود بس الباترن ثاني، فيه له مربعات وبعدين فيه الباترن اللي في السجاد وفي الوال بيبر وفي الستاير. ففعليا انت يمكن بتشوفي 5 طبعات مع بعض في نفس المكان. لكن في نفس الوقت تحسي كلها يعني الالوان متقاربة معها. ليش؟ لأنه ما أخذنا المقاسات الكبيرة. وما دمجنا ألوان مختلفة عن بعضها بطريقة إن كان مثلاً ألوان الباردة والحارة إحنا نسميها. أنه لا، اشتغلنا على لون أو حياد واحد من الألوان، إن كان مثلاً ألوان حارة مع بعض أو الألوان الباردة مع بعض، ودمجناهم بس بنقشات مختلفة. طب إيش أكثر الألوان اللي دارج دحين هذا السنة؟ هذه السنة الألوان الحارة إحنا اللي نسميها. رجع البرغندي، الأخضر. يعني الأخضر شايفينه بكثرة إن كان في الفاشن أو حتى بالتصميم الداخلي. وتدرجات الأخضر لين لنوصل للأخضر الغامق اللي هو لون العشب ولون الخضار. حلو حلو. بس حنا لاحظنا الحين مزج الخامات وحتى استخدام القماش في جدران أو أوراق الجدران. هذا بعد اللي يميز هذه السنة. الحلو أنه صار ممكن إحنا ما نستخدم بس الورق الجدران المتعودين عليه اللي هو يجي الورق. لا، صار ممكن أنه إحنا نطعم ورق الجدران بالفابريك أو بالأقمشة، وخصوصاً اللي تكون ناعمة الملمس. يعني من ضمنها يكون مثلاً الفلفت أو حتى القطن. يعني قصدك أنه إحنا نفس القماش نلصقه على ورق الجدران فيصير كأنه فستان كبير على الجدار. يعني صارت الورق الجدران ما صارت بس ورق. صار انه مثلا حتى لما تمشي عليها، هذا اللي احنا نسميه احيانا ال 3D pattern. حلو. اذا كان في مثلا ورود او رسمه معينه، ممكن احنا نخلي الـ الورده تكون مثلا قماش والباقي كله يكون رسم، بحيث انه احنا يصير عندنا شويه بعد. حلو. بس سؤال يطرح نفسه الحين رونا، هالشيء هذا ينفع لاي مكان في البيت ولا يعني ممكن اني اسويه في غرفه النوم وممكن اني اسويه في المجلس، ولا في مكان معين بس يتناسب؟ احنا لازم نعرف انه هذا الستايل جاي من التصاميم البريطانيه القديمه. يعني اذا نرجع للتاريخ البريطاني القديم، دخلت هذه الاشياء واجت من الصين. فلما كانت تجيهم هالالوان هذه والوال بيبر بالذات كان كثير غالي، فكانوا يحطوه باماكن هي بس مجرد كيف احنا صار عندنا غرفه المعيشه. كانوا يسموها الدانسينج رومز، بحيث كان في بس كراسي تنحط باسلوب معين، ولما يصير في دانس داخل الغرفه يدفعوا هالكراسي وتضرب بالحيط. اوكي. شو يصير؟ تخرب، يصير باتشز او يصير في طبعات على القماش او ورق الجدران. فاجت فكره انه احنا نحط بوردر خشب
على ارتفاع الكرسي أيوة على ظهر أيوة الكرسي أيوة. فهذه الأشياء صارت ترجع بس إحنا ما نفهم قصتها بالضبط شو أيوة هي أيوة أيوة دائما لها سبب. فلهذا السبب تنحط دائما جاوب على السؤال إنه تنحط بمساحات صغيرة ومقفلة ويفضل أنها تكون على حيط واحد. ممكن إحنا نخلي مثلا حيط واحد يكون فيه كله wallpaper ورق جدران وندمج شوي البينت العادي. وغير كده يمكن إحنا عشان نمل منها خاصة هذه الطبعات الواحد يمل منها بسرعة صح. فلو تكون كورنر أو مثلا لو عاملين منطقة قراءة ولا شيء يعني ممكن هذيك الجهة ننبسط فيها. شكرا رولا يعطيك ألف عافية على استمتعت أنا بصراحة للأمانة في هذا.